النهارده خطاب الوداع للرئيس اوباما، تحب تقول له ايه؟ والله اقول له يعني يا اوباما انت طبعا اديت ما عليك وما حققتش اللي انت كنت تتمناه من وجهه نظري السياسيه، فيعني اذا كنت يعني قدمت كويس شيء كويس ده يتسجلك في التاريخ، واذا كنت قدمت شيء مش كويس وهو انت كنت بتعمل بيه لاجل مصالح شخصيه او لاجل شهره سياسيه ليك فطبعا التاريخ مش هيرحمك. هذا الشخص يتقمص دور النصاب ولعبان من على اعلى مستوى، بمعنى من دمر سوريا؟ هو اوباما. من كمل تدميره بعد بوش للعراق؟ هو اوباما. إذن مين اللي كون الدواعش في العالم؟ أمريكا. ومن المنفذ؟ تركيا. ومن الممول؟ قطر. يبقى إذن هذا الشخص قعد 8 سنين حالة نصب على جميع الدول العالم. أقول له حصل دمار للعالم العربي والإسلامي في ظل حكمه ما لم يحصل في حكم 4 رؤساء او 5 رؤساء امريكيين. هقول للرئيس اوباما يعني مع السلامه، كفايه كده قوي 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 على مش هقول على العالم، على الدول العربيه والدمار اللي حصل لنا، ومش هقول مش مع السلامه بقى، يعني زي ما عمل في الدول العربيه اللي احنا فيها دلوقتي بالوضع اللي احنا فيه، يا رب هو ان شاء الله يبقى هو في نفسه مش في حاجه اكتر من كده، ويعيش بقيه ايامه متدمر زي ما دمر بقيه الدول اللي قبل كده. من ساعه ما جه الخراب في البلد كلها كان المفروض ياخد قبلة وداع زي بتاعت المرة اللي فاتت.